هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة عندنا سلطات باردة سهلة جدا، وكمان في نفس الوقت عبارة عن طبق سلطة كده يشبعكم قوي وفيه كل العناصر الغذائية، يعني ممكن كمان تعتبروه وجبة وطعمه تحفة. ما تيجوا نشوف. اول نوع معانا سلطة بالحمص. السلطة دي حلوة قوي قوي، هو بصراحة كانت جايه لي كده في لحظه جوع، قلت احط كده شويه حاجات على بعض، وفعلا كان طعمها حلو قوي. هحتاج ليها كوبايه حمص مسلوق، كمان طماطمايه متقطعه صغير، وزيتون متقطع شرايح، كمان معلقتين كبار طحينه، ومعلقه كبيره خل، شويه بابريكا وكمون وملح. اول حاجه هعمل الطحينه بتاعتي عادي زي ما بعمل اي سلطه طحينه. انزل الطحينه وعليها الخل وادوبها الاول كويس، بعدين انزل عليها بشوية مية عشان افكها، واقلبها كده لحد ما يبقى قوامها حلو معايا. بعد كده احط لها البابريكا والكمون واملحها، وانزل بالحمص والزيتون والطماطم بتاعتي، وكده السلطة بقت جاهزة سهلة جدا. وعايزة اقول لكم طعمها حلو قوي، ان هي كمان مش بس تنفع صلصة، هي تنفع تغميزة كمان، يعني شوية عيش بلدي كده مقمرين طعمها تحفة. اللي بعده النوع التاني معانا هو سلطة الروكا او سلطة الجرجير. السلطة دي حلوة قوي، فيها كل حاجة وكل العناصر الغذائية جوه الطبق دوت، كمان ممكن بتزودوا له بروتين، اي نوع بروتين انتوا عايزين. تعالوا نشوف هنجهزها ازاي. اول حاجة هحتاج معايا جرجير، كمان بنجر مسلوق، ومشروم يكون فريش متقطع، ولمونة ورمان، وكمان اي نوع بروتين عندكم، بيض، فراخ، اي نوع بروتين انتوا حابينه. كمان معلقتين زيت زيتون وشوية ملح، شوية اوريجانو، وكمان معلقتين كبار دبس رمان. هجهز الصوص بتاعي الاول او الدريسنج بتاع السلطة. هنزل بمعلقتين دبس الرمان، عليهم شوية اوريجانو، وكمان زيت الزيتون، وشوية الملح، واعصر الليمونة بتاعتي واقلب كويس، وكده بقى جاهز معايا الدريسنج بتاع السلطة. نيجي بقى نرص طبق السلطة بتاعنا الحلو ده. هنزل الاول بالجرجير، بعدين هنزل بشرايح البنجر بتاعتي، وكمان شرايح المشروم، ورشة رمان كده، وكمان هحط البروتين بتاعي سواء اي نوع انتوا بتستخدموه. انا النهاردة هستخدم البيض المسلوق مع السلطة ديت، ممكن تستخدموا صدور فراخ مشوية، ممكن تستخدموا جمبري مشوي، اي نوع بروتين انتوا حابينه، او ممكن تاكلوها كده. بس لو احنا حطينا البروتين بجد هيخليها عبارة عن وجبة كاملة، وهتعجبكم قوي، ومش هتحتاجوا اي حاجة تانية جنبيها. الدريسنج بقى بتاع السلطة انا مش هحطه الا قبل الاكل على طول، عشان الخضار بتاعي يفضل فريش ومقرمش وطعمه حلو. وكده بقى معايا احلى طبق سلطة، كله كامل متكامل كده، وطعمه الحاجات الحلوة مع المززة كلها بتعمل فيوجن كده، بتعمل خلطة كده حلوة قوي في الدماغ. اخر نوع معانا بقى البطل، سلطة السيزر. طبعا كلنا عارفينها وعارفين قد ايه بتبقى غالية بتتباع بره، احنا هنعملها في البيت بطريقة مضمونة وصحية وطعمها كمان حلو قوي. اول حاجة هحتاج معايا خس، وده الاساس بتاعها، خس كتير يكون متقطع، وكمان كرنب سلطة سواء الموف او الاخضر براحتكم، برضو يكون متقطع صغير، وكمان تفاحة برضو تبقى متقطعة صغير خالص. كمان هحتاج جبنة بارميجان، لو مش متوفرة ممكن تستعملوا جبنة رومي، وكمان زيتون شرايح، وعيش توست يكون متحمص. انا هنا مستخدمة توست بني محمصة. البروتين بتاعي بقى هو عبارة عن صدر فرخة، او ممكن تستعملوا اي نوع بروتين تاني. وكمان صوص السيزر ده الاساس بتاع السلطة، لو مش متوفر عندكم انكم تجيبوه جاهز هوريكم كمان شوية ازاي نعمله. اول حاجة هتبل صدر الفرخة بتاعتي بملح وفلفل، وعلى الجريل
حط شوية زيت واشوحها على الناحيتين لمدة 5 دقايق على كل ناحية لحد ما تستوي معايا. كده الفراخ بقت تمام معايا. يلا بقى نجهز صوص السيزر بتاعنا. معلقتين كبار مايونيز، معلقة صغيرة مستردة، معلقة صغيرة خل، نص معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ونص معلقة صغيرة بودرة بصل، رشة فلفل اسود، ورشة ملح، وكمان هعصر نص ليمونة، واقلب كله مع بعضه. وكده بقى معايا صوص اقرب لصوص السيزر كتير. دي اقرب طريقة، لان الصوص السيزر بيتعمل بانشوجة وبجبنة، فدي اقرب واوفر طريقة ممكن نعمله بيها في البيت. كده كله بقى جاهز. يلا بقى نظبط طبق السلطة بتاعنا. اول حاجة هنزل بالخس بتاعي، ده البيز بتاعي دايما، هو اساس السيزر الخس الكتير قوي. بعدين شوية من الكرومب، وشوية تفاح، والزيتون، والعيش المحمص، واحط بقى رشة كده جبنة بارميجان، وانزل الفراخ بتاعتي على الوش، ولو عندنا كمان شرايح بصل كده برضو بتديها طعم حلو. والصوص بقى هنستخدم يا اما الجاهز او اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو شبهه. وبقى معانا دلوقتي احلى طبق سلطة سيزر معمولة في البيت، فعلا احلى من بره، ومعمولة وصاية ونظيفة وطعمها تحفة، جنان جدا. يا رب النهاردة تكون السلطات بتاعتنا عجبتكو، واوعدكو بحلقة تانية للسلطات. بس ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش، وكمان لايك وشير. باي باي.